الموضوع ده خطير يا مدام مسك، عشان كده قلت اجي لك واتكلم فيه بيني وبينك قبل ما نناقشه في الشركه ويبقى على المشاع والدنيا تتقلب. وايه اللي هيقلبها يعني؟ احنا لسه بنقول يا هادي، وخطوه زي دي ممكن تتفهم غلط. تتفهم غلط من مين يعني؟ من الشركاء الجداد مثلا، اندماج شركتهم مع شركتنا وتغيير الاسم والشعار في يوم وليله. هو ده قراري؟ ده قرار البورد، وهم المسؤولين عن الارباح اكتر مني. اللي في المصلحه لازم يعملوه. بس يا وحش يا وحش، الدنيا كده ممكن تولع. وانت خايف من ايه يا علي؟ ما تولع. ولا انت خايف على مصلحه علي الدودار اكتر من مصلحتي؟ هكسب ايه من وراهم؟ انا كل قصدي بس مش عايزين كل ما نحل مشكله تطلع لنا مشكله جديده. معلش اتعود، هنفضل على كده شويه الفتره اللي جايه. الامور مش هتستقر طول ما في تضارب في المصالح، واللي معاه الكاش هو اللي بيتحدى. تمام، يعني نعلن النهارده وامرنا لله. اللي يقوله البورد يمشي على رقبتنا كلنا. طيب ممكن تسمحي لي بسؤال؟ يعني شايفه السؤال في عينيك، بس اسال. احب اسمع تساله لي ازاي. اللي انت بتعمليه ده رد فعل علاقه قديمه بينك وبين حازم. انت تعرف ايه عن علاقتي القديمه بحازم؟ مش كتير، الصوره لسه مش كامله. مين اللي حكى لك؟ مش مهم مين اللي حكى لي، المهم الاجابه. لما تشوف الصوره كامله يا علي هتعرف ان اي حاجه عاملها مش كفايه. اللي حصل لي كان اكبر بكتير قوي من اي رد فعل. للدرجه دي؟ للدرجه دي. انا اعتبر كده الاجابه وصلت. ده لسه ما وصلتكش، بس هتوصلك قريب، متستعجلش. طيب استأذنك انا واسبقك على الشركه. طيب انا هتأخر عليك شويه بس عشان عندي مشوار الاول. انا وصاحبك. تحب اصحى لك؟ تقدر؟ يا سلام اقدر. اقدر ونص. طامس! طامس! ايه ده يا علي؟ في ايه يا علي؟ ايه اللي علي؟ في حد نام في وسط الشغل كده؟ يا علي وانا نام في الشغل مش حاجه، ما نام في البيت مش حاجه، ما نام فين طيب؟ نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.